السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة جورجيا العرب، معكم أميرة أشرف. إن شاء الله إحنا ما زلنا مستكملين معاكم السلسلة الجديدة بتاعتنا، تدريبات عملية على الخرائط الجيولوجية. اللي لسه متابعينا ما فاتهمش كتير، إحنا بس تكلمنا عن الكورس بصفة عامة، وبعد كده دخلنا فيه شوية تفاصيل كده عن أصل الخرائط وإيه الفرق ما بينها، لحد ما توصلنا إلى الخرائط الكونتورية وشرحنا أساس الخرائط الكونتورية وتعريفاتها وكل حاجة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الكورس بتاعنا باستفاضة شوية، وندخل في أهم حاجة من أساسيات الخرائط الكونتورية، ألا وهي إن إحنا إزاي نقدر نرسم قطاع جيولوجي أو بيسموه قطاع بروفيلي على الخرائط الكونتورية. هنطبق مع بعض بكذا طريقة عملية إن شاء الله. أول حاجة، طريقة رسم القطاع الجيولوجي أو البروفيلي بيكون فيه طريقتين. أول طريقة هي الطريقة المباشرة، ودي طريقة أنا مش بفضلها عموما يعني، لأن هي صعبة شوية، بس هنقول نتكلم عنها لمحة بسيطة كده يعني، عشان بس يبقى عندنا فكرة إن إيه هما النوعين. والطريقة التانية هي الطريقة المعتمدة في كل الجامعات أصلا، أو في كل حد بيقدر عايز يرسم خرائط جيولوجية ويوقع عليها القطاع بتاعها. أول حاجة الطريقة المباشرة، هو إن أنت مثلا عايز تاخد قطاع من هنا، من النقطة ميم للنقطة لام، فبتيجي ترسم خط بالقلم الرصاص بتاعك على الخريطة نفسها، وفي نفس الوقت معاك ورقة الرسم البياني بتاعتك، في هتعمل تقاطع لكل خط كنتور اتقاطع معاك على الورقة بتاعتك، وتبدأ تحط نقطة 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 وهكذا. يعني تاخد بعد ما شديت الخط بتاعك من ميم للام، تشوف كل خط كنتور اتقاطع في انهي نقطة مع الخط اللي انت رسمته سوري، وتبدأ تاخد خط عمودي على الورقة بتاعتك نازل بالقيمة اللي انت اتقاطعت معاها. على سبيل المثال، اول نقطة اتقطعت على خط ميم لام معانا هنا نقطة 500، خط كنتور 500، هتنزل بيها هنا اتجاه 500، تمام. بعد كده خط كنتور 600، بعد كده 700، بعد كده 800، بعد كده 900، بعد كده 900 تاني، بعد كده 800 تاني، وهكذا. فبتبدأ توقع كل خط كده زي ما انت شايفين قدامكم في الصورة اللي معانا هنا، دي خريطة كونتورية هي كاملة متكاملة وعليها ظواهر طبوغرافية من خلال القطاع بتاعك، هتبدأ تقدر تقراها. يعني دي مرتفع، ده منخفض، ده مرتفع تاني، فهنبدأ نشوف ايه هي المرتفعات والمنخفضات من خلال قيم خطوط الكونتور بتاعنا، سواء هي بتزيد للداخل او للخارج. هنبدأ نفرق ما بين كل نوع من انواع الطبوغرافيه، الظواهر الطبوغرافيه معانا ان شاء الله في الحلقه الجايه بالتفصيل، ولكن دلوقتي بس احنا هنتعلم ازاي نرسم القطاع عشان نقدر نطلع المعالم الطبوغرافيه بتاعتنا صح. فالطريقه المباشره ما فيهاش اي حاجه، هي بس صعبه ان انت بتتوه ان انت تحط ازاي تقدر تحط ورقه الرسم بينك بتاعتك كامله على الخريطه، وتبدا توقع بيها، تاخد خطوط افقيه عليها وكده، وتنزل بالقطاع زي ما هو. بعد ما بتخلص رسم خالص، بتبدا تمسح الخطوط بتاعتك دي. طبعا الخطوط دي بتبقى راسمها بالقلم الرصاص، فبتلحق يبقى شكلها بايخ قوي لما تكون الخريطه بتاعتك انت راسمها بايديك خطوط كونتور، وبعد كده تيجي ترسم تاني فوقيها خطوط، فهيبقى شكلها مش لطيف خالص معاك. عشان كده انا بستصعبها، يعني بشوف ان هي مش لطيفه ان هي تبوظ الخطوط بتاعتك يعني، تمام، او الخريطه بتاعتك. فبعد كده هنتكلم دلوقتي على الطريقة السهلة، وهي طريقة استخدام قطعة من الورق. هنشوف يعني ايه قطعة ورقية كده سهلة جدا، بنقطعها قطعة بيضة ونحطها على الايه القطاع بتاعنا. اصلا في الامتحان او في اي حد بيطلب منك ترسم قطاع، بيبقى الخريطة بتاعتك معاك وبيقول لك والله ارسم لي قطاع، يا اما من الشمال لليمين او يحدده لك من هنا لهنا، بيحدد من اي حتة. المغزى من ان هو بيحدده ان هو ان انت تشوف، يقدر يشوفك انت تقاطع خطوط الكونتور بتاعتك انت عرفتها صح ولا ما عرفتهاش، قدرت تتعرف عليها ولا لا. اول حاجة براحة كده وبكل بساطة مطلقة، بنرسم خط مستقيم بالمسطرة والقلم الرصاص. طبعا هيبقى قلم رصاص مش قلم جاف، يعني الخريطة بتاعتك، على امتداد النقطتين الموضحتين على الخريطة بالسؤال. يعني هو بيقول لك ارسم لي قطاع س ص او ميم نون، او هي اي قطاع، اي الف ب اي حاجه، المهم قطاع ليه بدايه وليه نهايه. هو هنا حطه من هنا الركن ده للركن ده س ص، وقال لك ارسم لي قطاع من هنا لهنا. فاول حاجه هتبدا ترسم الخط اللي هو قال لك حطه فين، هنحط الخط بالراحه بالرصاص. بعد كده هنقص
شريط من الورق الأبيض بالجهة العريضة وزحافة مستقيمة. يعني ليه عريض وزحافة مستقيمة؟ علشان بس الحافة بتاعتك هنحتاجها إن إحنا هناخد الشريط ده هنوقعه زي ما إحنا كده على الخط بالظبط، وبتبدأ تحطه بالتدريج. يعني إحنا مش هن... إحنا إيه مش هنتخطى خطوات، أنا بس إيه بنقول تاني بالراحة. أول حاجة قلنا الطريقة المباشرة، ودي قلنا مش بنفضلها ليه. طريقة استخدام ورق قصاصة من الورق، أول حاجة هو هيديك سؤال يقول لك الخريطة اللي قدامك اللي أنت رسمتها بإيديك دي، أنا عايزك في نفس الوقت ترسم لي قطاع موضح من النقطة كذا للنقطة كذا. فأنت أول حاجة بتيجي ترسم النقطتين اللي هو قال لك عليهم. هنا المثال اللي معانا دلوقتي من الركن ده للركن ده اسمه سين صاد، تمام؟ من اتجاه أقل قيمة لاتجاه أعلى قيمة، هنا 400 هنا 600، من هنا من حدود الخريطة من هنا لحدود الخريطة من هنا. بعد كده بنبدأ نقص شريط من الورق الأبيض ونبدأ نحطه على الخط بتاعنا، ولازم يكون الشريط الحافة بتاعته مستقيمة عشان تقدر توقع القيمة بتاعتك صح. بعد كده الخطوة الثالثة بتيجي بعد ما عملنا، هنحط ايه تحديد خطوط القطاع على شريط الورق الأبيض بحيث تنطبق حافته المستقيمة على الخط المستقيم بالخريطة، ومن ثم تحديد وكتابة نقطتي هذا الخط على الشريط الأبيض. يعني ايه؟ يعني احنا الحدود اللي احنا رسمناها، احنا رسمنا كنا رسمين في اللي فاتت س وص على الخريطة نفسها. دلوقتي الشريط بتاعنا بعد ما قطعناه اهو الحافة بتاعته مستقيمة زي ما قلنا. مش لازم الحتة اللي تحت تكون مش مشرشرة، عادي مش مشكلة، ما انت هتقطع بالمسطرة في حتة هتشرشر معاك، حتة تطلع مستقيمة، حتة مش هتطلع مستقيمة. فبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى الخط بتاعك مستقيم، احنا محتاجينه على تقاطع الخط بس مش اكتر، لا ازيد ولا اقل. بعد ما حطينا الحدود على بعضها هناخد قيمة السين اللي موجودة هنا نحطها، وقيمة صاد اللي موجودة هنا برضو نحطها بنفس المكان اللي هي موجودة فيه، ماشي؟ بعد كده الخطوة اللي بعد كده هنحدد نقاط تقاطع حافة شريط الورق الأبيض مع خطوط الكونتور في الخريطة، والتي تتقاطع مع الخط المستقيم بعلامة صغيرة عند نقطة هذا التقاطع، ثم كتابة قيمة خط الكونتور المتقاطع عند كل نقطة تقاطع على شريط الورق. يعني ايه برضو تاني عشان ما انتوش، احنا خلاص الخطوة اللي فاتت بعد ما حطينا الخط بتاعنا وبعد ما قصينا الشريط الأبيض بتاعنا وحفته مستقيمة، بعد ما حطينا الشريط نفسه بنفس الوضع اللي موجود بيه الخط اللي احنا رسمناه، هنبدأ نوقع كل قيمة تقاطعت مع خط الكونتور. يلا مع بعض بالراحة، ادي السين والصاد احنا حطيناه في مكانهم الأساسي اللي كانوا موجودين على الخريطة. بعد كده أول خط كونتور معانا هنا كام؟ 400. نيجي حاطط نقطة صغيرة هنا وكاتب 400، أهم حاجة النقطة الصغيرة دي عشان احنا محتاجينها، مش لازم ال 400 دي مكتوبة فين، المهم إن هي تحت الشرطة بالظبط اللي أنا حاططها. بعد كده شرطة 500، بعد كده شرطة 600. طول ما أنا ماشي أي خط كونتور إن شاء الله لو مطابق على 600 هنا بالظبط تحطه، عشان هيبقى في خرائط خطوط الكونتور متقاربة من بعضها جدا، زي ما قلنا في الانحدارات الشديدة جدا بتبقى خطوط الكونتور متقاربة من بعضها جدا. يبقى تاني أول خط اتقطع معانا 400، تاني خط اتقطع معانا 500، تالت خط اتقطع معانا 600، رابع خط اتقطع معانا 700، بعدين 800، بعدين سيب المسافة دي زي ما هي عادي، ما تقولش لا ده الحتة فاضية عندك كمل عليها، لا أنت بس تتقاطع اللي واقف معاك، بعد كده تحط نقطة تقاطع ال 800، بعد كده نقطة تقاطع ال 700 تاني، بعد كده نقطة تقاطع ال 600، وتعيد وتتأكد إن أنت النقطة اللي أنت واخدها دي هي نقطة التقاطع بالظبط مع خط الكونتور بتاعك. تاني كده يبقى إيه؟ عشان ما نشدوش من بعض، الخريطة بتاعتك انت خلاص رسمتها او جاي لك خريطة مرسومة جاهزة، بيديك سؤال يقول لك ارسم لي قطاع جيولوجي بيبدأ من النقطة س للنقطة ص في المنطقة كذا، بيحدد لك اتجاه. فتبدأ انت تقص شريط ورق مستقيم حافته مستقيمة، وتبدأ تحط الشريط على نفس الحدود اللي انت رسمتها بالقلم الرصاص للخط بتاعك. بعد كده تبدأ تاخد تقاطع قيم خطوط الكونتور مع الشريط اللي انت حاطه. بعد كده في الراحة بقى بعد ما خدنا خلاص هيجي دور الورقة، احنا خلاص كده الشريط بتاعنا جاهز، هعمل بإيه بقى يا ميرا بعد كده؟ نهدى كده بالراحة ونركز، أي واحد بيشرب حاجة معاه يشربها كده بالراحة عشان يركز. يعني نعمل إيه؟ أول حاجة أي قطاع في الدنيا بنبقى ليه خط محورين رئيسيين أفقي ورأسي، تمام؟ بيبقى أي محور بنرسم بيه خلقه ربنا، يعني أي محورين معانا كلنا درسنا قبل كده حاجات بنعملها محاور كتير
سواء كنا بندرس رياضة أو بندرس حاجات فيها رسومات، فكنا بنعمل محاور يعني. فبيقول لك ترسم المحورين الأساسيين على ورقة الرسم البيان، بحيث س هنا بقى مش س وص اللي على شريط الورق، هي صدفة إن المثال اللي معانا س وص هما س وص، ولكن إحنا دايماً عارفين إن المحورين الأساسيين على أي حاجة بنرسمها بنسموهم إحنا في الأساس س وص وعين للارتفاع، معروفة يعني إحنا عارفينها من زمان. فهنا بتكلم عن المحورين الأساسيين بتوع الخط بتاعك، مش س وص بتوع الورق. حلو كده؟ فبنقول ايه؟ رسم المحورين الاساسيين على ورقة الرسم البياني بحيث س يسار الورقة وصاد افقي اسفل الورقة، تمام؟ مع مراعاة اتجاه الورقة بشكل افقي. يعني ايه؟ يقصد هنا في اللي معانا ده كله مش شريط الورق بتاعك، لا، ورقة الرسم البياني هترسم عليها محور افقي ومحور رأسي اللي هو السين وصاد بتوعنا او عين ولام بتوعنا بتوع زمان. المهم المحورين الاساسيين واحد افقي وواحد رأسي، ماشي؟ بعد كده هنكتب الإحداثيات عن محور الرأس. المحور الرأسي ده هيفيدنا في إيه؟ المحور الرأسي ده هنحط عليه قيم بتمثل نفس القيم، نفس مش نفس القيم بقى، نفس التدريج بتاع تتابع خطوط الكونتور اللي أنا عملتها. ما أنت عندك إيه؟ قيم واحدة بس على الورقة بتاعتك اللي أنت راسمها، فلازم تكون في الخط الرأسي بتاعك عليه نفس القيم، تمام؟ نبقى نقول في الخطوة الخامسة لسه مستمرين كتابة الإحداثيات على المحور الرأسي بداية بالصفر وبالتتابع حسب قيم خطوط الكونتور في الخريطة، النهاية بأعلى قيمة خط في الخريطة. يعني إيه بقى؟ إحنا لما جينا خدنا الشريط قلنا إنه بدأ ب 400، مش حاجة أبدأ ب 400 من هنا، لأ. تشوف الفرق ما بين، نرجع تاني للصفحة اللي قبل دي، الفرق ما بين قيم خطوط الكونتور هنا كام؟ كنا لو انتوا فاكرين معانا، احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان من خصائص خطوط الكونتور ان الفرق بتاعها يكون ثابت ما بيتغيرش، فهنا الفرق بتاعنا كام؟ 100، ماشي؟ الفرق كونتوري 100، تمام؟ فنيجي نشوف المحور الرأسي بتاعنا اكيد لازم يكون يبدأ صفر، 100 200 300 400 500 وهكذا لحد اخر قيمة لقيتها اتقطعت معاك على الشريط بتاعك. بعد كده مفروض مع الحرص والتأكد من أن الفارق الكونتوري في الخريطة يكون هو الفرق فيما بين تتابع قيم الإحداثيات على المحور الرأسي في ورقة الرسم البياني. يعني إيه؟ احنا قلنا إن احنا عندنا محور أفقي ومحور رأسي، هنبدأ نحط التدريج بتاع المحور الرأسي بتاعنا ده زي ما هو بنفس الفارق الكونتوري اللي في الخريطة، وإحنا قلنا إن المحور الرأسي بيبدأ بصفر. فنبدأ بصفر، يبقى الفرق الكونتور قلنا كام؟ انا رجعنا على الخريطة وقلت لكم ان هو 100، فنبدأ صفر 100 200 300 400 500 600 700 800 وهكذا. حلو كده، خلصنا محور رئيسي. طب المحور الرئيسي الاول كده خلص، المحور الرئيسي التاني بقى ده الافقي ده هنحط عليه ايه؟ هيجي بقى دور الشريط بتاعك، تحديد شريط الورق الابيض بالتطابق مع المحور الافقي، بالتطابق مع المحور الافقي في ورقة الرسم البياني، ومن ثم توقيع العلامات الصغيرة حسب موقعها وكتابة قيم خطوط الكونتور من شريط الورقة الأبيض عليه. تاني عشان ما انتوهش، احنا قلنا ان احنا عندنا محورين أساسيين رسمناهم على ورقة الرسم البياني، المحور س هيمثل محور الرأس بتاعي ودرجناه من صفر لحد آخر قيمة خط كونتور معايا، المحور الأفقي ده لسه دوره ما جاش، ولكن دوره جه في الخطوة اللي بعد كده، إن إحنا الشريط اللي إحنا جهزناه بحفته المستقيمة هنبدأ نحطه على خط المحور الأساسي بالظبط. هو المحور الأساسي صاد، سيبنا بقى من تسميته صاد وسين، إحنا خلينا محور أفقي ومحور رأس عشان ما تتوهوش من بعض، عشان الشريط اللي معانا سين صاد. هتاخد اتجاه الشريط بتاعك زي ما هو من على الخريطة، هتحطه بالظبط على ورقة رسم البيان، عشان حد يجي يقول لي انا شايفه من هنا صاد، كان من فوق صاد احطه هنا ايه؟ سين. لا، هو كان هناك صاد، يبقى تنزل الورقة بايديك زي ما كانت على المحور بتاعك. حلو كده؟ بعد كده ترفع النقاط جميعها والتي تمثل تقاطع الخط المستقيم مع خطوط الكونتور في الخريطة حسب ارتفاع كل منها باستخدام ذلك الترقيم على المحور الرأسي، حيث تتوقع نقطة عند كل موقع. تاني سيبنا من الكلام ده، نتكلم بالعامية. الشريط هناك 400 500 600 700 800 800، وحطينا الشريط صح زي ما كان س ص،
حطيناها على المحور الافقي، يبقى احنا كده ماشيين الخطوات بالتدريج. هبدأ بقى انا اوقع دي بقى، عايزين تقولوا لي اوقع منين لفين زي ما تحب، عاوز توقع من هنا توقع من هنا توقع زي ما تحب. وهي كده كده اصلا انت ورقه رسم بيانك بتاعتك مدرجه ومش هتوه من خطوط من القيم بتاعتك. انت قيمه 400 تطلع عند قيمه 400 وتحط نقطه، 500 تطلع عند 500 تحط نقطه، 600 تحط عند 600 تحط نقطه، 700 تطلع عند 700 تحط نقطه، 800 تطلع عند 800 تحط نقطه، تاني 800 تطلع عند 800 تحط نقطه، 700 تطلع عند 700 تطلع تحط نقطه. وتلاحظ بقى ان دول طلعوا اوسط طول بالظبط. لو عايز تبدأ من هنا مفيش مشكلة، 600 تطلع عند 600، 700 يعني مش هتفرق، بدأت من يمين بدأت من شمال مش هتفرق، المهم ان كل قيمة على الشريط الورقي بتاعك تكون قصاد قيمتها على المحور الأساسي اللي احنا راسمينه بداية من الصفر لحد آخر قيمة كنتور. تعال نشوف هنا الرسمة اهي، هو هنا شال القصاص خالص بتاع الورقة وحط هنا القيمة الأولانية كانت عندنا 600 حطها، 700 حطها، 800 حطها، 800 تاني قصاد ال 800 اهي، و700 قصاد ال 700 اهي، و600 قصاد ال 600 اهي، و500 قصاد ال 500 و400 قصاد ال 500 اهي. بعد كده القيم دي ان حطيناها نقط كده نقط كده بالتدريج، ولكن احنا حاطينها كده عشان بس تفهم، احنا اللي يهمنا النقطة الأساسية. فما تجيش انت بقى في ورقة الامتحان بتاعتك او الورقة بتاعتك وتيجي عامل لي القيم دي، لا هي هتبوظ لك شكل البروفايل بتاعك. فهي بس احنا طالعينها كده عشان بس ايه اللي لسه بادئين معانا يبدأوا يفهموا ان هم يطلعوا من القيمة نفسها للقيمة اللي بعدها. تمام. بعد كده توصيل النقاط بعضها يدويا بخط رفيع بالقلم الرصاص ليظهر بعد ذلك الشكل التضاريسي للمنطقة المحددة بالقطاع على الرسم البياني. يعني ايه؟ ما احنا قلنا الغرض الاساسي من رسم القطاع الجلوس سواء المباشر او بقصاصة ورقية هو ان احنا نعرف ايه التضاريس اللي مرسومة في الخريطة الكونتورية بتاعتنا. قدرنا نقرأها من الخريطة دايركت، تمام، حلو قوي. ما قدرناش نقراها من الخريطه وما فهمناش ان قيم الخطوط للداخل وللخارج، فدي فايده القطاع ان هو بعد ما تخلص كل الخطوات الاساسيه الثمانيه اللي احنا قلناهم بتبدا تظهر قدامك المعالم اللي انت شايفها. فبعد كده اهو احنا القيم هتاخدها خلاص، هنا تم مسح الايه القيم اللي انا قلت لكم عليها الخطوط الموصله لفوق دي، ونوصل كل قيمه ببعضها. هتقول لي اوصل من هنا يا اميره؟ مش من هنا لهنا لهنا هنا وقف، لا، اللي انا اتعلمته واللي انتم المفروض تتعلموه ان التوصيل بتاعك طبعا بقى ده بتاعتك من 600 اكيد، يعني اكيد كانت اقل من 600، ما تقوليش انا هقفلها لفوق، ودي خطوه حلوه جدا يعني ممكن تنقص عليها في الامتحان لو قفلتها لفوق. ليه؟ لان القيمه بتاعتك اصلا بادئه في 600، فما اجيش انا هقفلها فوق كده واقول والله ده شكلها احلى كده من فوق ليه كده، لا تقفلها اقل، يعني هي 600 يبقى تقفلها اقل من 600 بشويه، ماشي، 700 800. وايه بقى ما تقوليش انا هجيب الخط كده، خليك عندك سنس كده وانت بترسم، يعني مش هتوصل. هقول لك لو وصلتهم بعد ما فيهاش حاجه، ولكن لازم تكون حاطط القبه بتاعتك عشان تقدر تفهم الرسم البياني بتاعك، ويكون عندك سنس برضو زي ما قفلنا دي اقل شويه، دي هنطلعها شويه لفوق. احنا عارفين القيمه بتاعتنا اخرها 800، ولكن بيبقى في سموسنج كده في الرسم، فتبدا ترسم اصلا انت بتدرس تضاريس، ما فيش تضاريس في الدنيا القبه بتاعتها متاكله يعني، الا لو حصل لها اروجن يعني، ودي حاله نادره. فبالتالي تبدا ترسم ايه سموسنج كده بالراحه وتقفل. هقول له يا امير اقف هنا، اقول لك لا احنا حاطين محورين رئيسيين، ولكن بتيجي في نهايه القطاع بتاعك تيجي حاطط خط كده تقفل القطاع من الاخر، وتيجي قافل النقطه الاخيره عليه، وبرده تقفلها لتحت ما تقفلهاش لفوق، لان اقل قيمه معانا كانت 400. حلو كده. يبقى تاني بنوصل النقاط يدويا. هتقول لي يا امير اوصل من النقطه دي للنقطه دي وخلاص وقف، اقول لك لا، لازم تكون حاطط حدود للقطاع بتاعك، ما هو بيمثل ظاهره عندك، والظاهره احنا عارفين لها مكانها بالظبط، وعارفين لها الناحيتين بتوعها يعني الجوانب بتوعها معلومه. فبالتالي بنحط احنا بنرسم حاجه كانها في الطبيعه، فبنحط النهايه بتاعت القطاع بتاعنا ونقفل دي على حدود الخريطه، على حدود القطاع سوري، ونقفل دي برده على حدود القطاع. فبالتالي بيظهر عندك ظاهره طبعا من خلال الرسم كده يعني باين قوي ان دي قبه، يعني بتمثل مرتفع، مرتفع موجود عندك بقى سواء هضبة تل أي حاجة من الظواهر الطبوغرافية اللي احنا هنتكلم عنها المرة الجاية باستفاضة، عشان تعرف ازاي تاخد لها قطاع جيولوجي وتقرأها من الخريطة الكونتورية بيظهر لك بالقطاع بتاعك. يبقى تاني علشان ما نتوهش من بعض، ايه يا أميرة طريقة استخدام القطعة الورقية؟ أول حاجة بنجيب قلم رصاص والمسطرة بتاعتك وبرسم زي ما قال لي بالظبط مكان القطاع بتاعي فين، واحطه على الخريطه سنسور. بعد كده بتقص شريط من الورق الابيض وتحطه بالظبط
على حافة السين والصاد اللي انت عندك اهو، سين وصاد. بعد كده بتاخد كل قيم خطوط الكونتور اللي اتقطعت مع الخريطة مع الشريط اللي احنا حاطينه بالظبط زي ما هي وبالنقاط بتاعتها. بعد كده بتاخد بترسم على ورقة الرسم البياني بتاعتك خطين المحورين الرئيسيين اللي احنا عارفينهم من زمان قوي، نحط محورين رئيسيين، المحور الرئيسي عليه قيم بتمثل نفس القيم اللي على الشريط بنفس فارق الكونتور، ولازم لازم لازم الشريط بتاعك ده يبدأ من الصفر اللي هو المحور الرئيسي. بعد كده بتتأكد ان انت حطيت الشريط بالظبط مساواة للقيم اللي انت حطيتها. فاحنا التقاطع بتاعنا 400 يبقى 400 هنا، 500 يبقى 500 هنا، 600 يبقى 600 هنا، هنا هنا هنا، وكل القيم اللي على الشريط بتاعتي خلاص انا نقلتها على المحور بتاعي الافقي، فخلاص كده مش محتاج الشريط. حرم الشريط عادي، عايز تدبسه في الورقة بتاعتك عادي، انا كنت بدبسها عادي مع الخريطة عشان المعيد او الدكتور يتأكد ان انا رسمتها صح. فبالتالي تاخد القيم توقعها على البروفايل بتاعك، وبعد كده بتبدأ توصلهم ببعض زي ما قلنا بطريقة فيها سموسينج كده، يعني يكون عندك سنس وانت بتحل يعني، عشان بعد كده بقى هتتطور بقى وتكبر كده وترسم قطاع جيولوجي للطبقات الأفقية بتاعتك، ونكون هنكون عارفين بقى الطبقات فين بقى ونلون ونعمل، هيبقى شكل القطاع معانا تحفة بعد كده. دلوقتي احنا بس بنرسم قطاع نفرغ المنطقة التضاريس بتاعتنا فيها ايه من على الخريطة. هتقولوا لي ما فهمناش، هقول لكم تعالوا دلوقتي نفرق ما بين مرتفع ومنخفض من خلال القطاع الجيولوجي بتاعي. اول حاجه السهل وتاني حاجه الهضبه، ايه الفرق ما بينهم الاثنين؟ اقول لكم الفرق ما بين الاثنين. السهل او البلين هو ارض منبسطه تتواجد على ارض منخفضه يحدها من جوانبها اراضي مرتفعه، وتكون خطوط الكونتور التي تميزه متباعده وقيمها متقاربه. يعني ايه بقى الكلام ده بقى؟ ايه متباعده ومتقاربه؟ احنا مش قلنا ان في انحدارات عندنا شديده وانحدارات منخفضه، وده بيكون على حسب المنطقه بتاعتي بتمثل ايه وبتعبر عن ايه والتضاريس اللي فيها ايه. فالسهل هنا والله احنا دايما بنعرف ان هو ارض منبسطه من سطح الارض بيحدها من جوانبها الاثنين سواء اليمين والشمال او الشرق والغرب مش هتفرق، اراضي مرتفعه يعني هي بتبقى منخفض في النص زي ما هو كده، منخفض في النص ومرتفع ومرتفع. حلو، طب انا هعرفه ازاي ده اميره في الخريطه؟ خطوط الكونتور بتكون في حاله السهل بتظهر على هيئه منطقه خاليه من خطوط الكونتور زي ما احنا شايفين في النص كده، منطقه خاليه خالص من خطوط الكونتور، وبيحيط بيها من جميع الجهات خطوط الكونتور الثانيه. تقول لي خطوط الكونتور الثانيه دي جت منين؟ هقول لك جت من الارتفاعات اللي محاطه عليها. طب تفهم منين بقى ان ده سهل؟ هقول لك قيم خطوط الكونتور بتقل نحو المركز. ليه؟ انا رسمت خريطه وطلعت معايا بالشكل السموسنج ده اللي انا شايفاه قدامي 100 200 300 400، وانا مش عارف احدد ده بقى سهل ولا هضبه، لان تعريف الهضبه برضو هياكد لك ان هو مخطوط الكونتور هتلاقيها نفس الكلام، فتقدر تفرق بينهم ازاي لو انا مش فاكر حته انه كام خطوط الكونتور بتقل نحو المركز. تعالوا مع بعض نشوف تعريف الهضبه الاول وبعدين اقول لكم هنفرق بين الاثنين ازاي. الهضبه اللي هي البلاتو هي ارض منبسطه ومتسعة كبيرة الطول والعرض تقع فوق جزء مرتفع. لو لاحظنا التعريف، التعريف ايه؟ فرق ما بين الاثنين، دي السهل بيعبر عن منخفضات، ده بيعبر عن مرتفعات. هو ارض منبسطة توجد على ارض منخفضة، لان هو المنخفض بيبقى في النص بيحدها من الجوانب ارض مرتفعة. اما الهضبة هي ارض منبسطة ومتسعة كبيرة تقع فوق جزء مرتفع، يعني هي أصلا موجودة فوق مرتفع مش هي المنخفض أساسا. فده الفرق ما بين الاتنين، إن السهل وليه برضو أنواع، وفي في أنواع للمنخفضات كتير هناخدها بقى ظواهر الطبوغرافية المرة الجاية، وده من دول من نوعين من أهم أنواع الظواهر الطبوغرافية، في ده من أهم أنواع المنخفض وده من أهم أنواع المرتفع. طب ليه يا أمير أنت حطيت الاتنين مع بعض؟ أقول لك أنا حطيت الاتنين مع بعض علشان الاتنين على الخريطة بياخدوا نفس الشكل بالظبط لخطوط الكونتور، فانا لو مش فاهم الميزه الفرق ما بين الاثنين ومش فاكره، هنا بقى بيجي دور القطاع ان هو بيعرفك ازاي تفرق ما بين الاثنين. تعالوا نقول بقى تاني السهل والخضبه، انا هفرق ما بين الاثنين مع بعض في نفس الموضوع. الاثنين بيظهروا على الخريطه على هيئه منطقه خاليه من خطوط الكونتور. دلوقتي انا مش فاكر الميزه الاساسيه ازاي افرق، فبقول لك ان الاثنين على الخريطه بياخدوا نفس، لو بصيت هتلاقيهم نفس الشكل بالظبط، نفس الفراغات اللي في النص بالظبط، ولكن السهل قيم خطوط الكونتور بتقل للداخل، الهضبه بتزيد للداخل. تمام،
كام خطوط الكونتور بتزيد للداخل. لما يعني تلاقي 400 ل 100 يبقى دي هضم، 100 ل 400 دي ايه سهل. طب انا مش عارف انه بيزيد للداخل وبيقل للخارج، والكلام اللي انت بتقوله ده كبير علينا. حلو قوي، هاجي اقول لك هنا دور الشريط بتاعك. هقص شريط من الورق واحطه على الظاهره اللي انا مش عارف هي ايه، واجي اخد قيمتها زي ما احنا واخدين كده، ادي الشريط اهو، واحطه على قيمه تقاطع خطوط الكونتور 100 200 300 400، واحدد قيمتهم على الخريطه وارسم. اعلى قيمه عندي 400، اعلى قيمه عندي برضه 400، لان الشريط بقى مش الحته دي بس، الشريط هيبقى الحتتين مع بعض في طول الحته دي كلها. احنا كبرنا بقى وفاهمين ان الشريط هيتقاطع مع كل القيم، فيبقى هنا 400 وهنا 400 وفي 300 في النص وفي 200 وفي 100 وتنزل. تمام، هنا احنا راسمين من اول 100، بس احنا قلنا الشريط بيبدا من اول ايه صفر. المهم السهل من القطاع هيطلع بالشكل ده، مرتفع من الجانب ده ومرتفع من الجانب ده، يعني هيظهر لك بالظبط في القطاع نفس التعريف اللي في بالك بالظبط. ارض منبسطه تتواجد على ارض منخفضه، اللي ده السهل بتاعنا اهو، بيحدها من جوانبها الاثنين اراضي مرتفعه، ادي مرتفع وادي مرتفع. يبقى قطاع الجليد فائدته، او القطاع البروفيل فائدته انه بيعبر عن الظاهره اللي عندك تيبيكال زي ما هي موجوده في الطبيعه. فانت لو ما عرفتهاش من قيم خطوط الكونتور وعرفت ان السهل قيمه وبتقل للداخل نحو المركز بتاع الرسمه الموجوده عندك، تبقى تقول ايه والله انا مش عارف، مش متاكد، مش فاكر، جت سهوه على دماغك، مش عارف تفرق ما بين بتحصل، مش عارف تفرق ما بين الاثنين ده هضبه ولا سهل. ما انا لو شفتها كده من غير ما اقرا قيم خطوط الكونتور والله هقول ده في فرق ما بين الاثنين، دي سهل وهضبه، سهل وهضبه الاثنين مع بعض، فبالتالي مش فاكر انا قيم خطوط الكونتور، فهبدا ايه ارسم القطاع بتاعي. وعرفنا ان القطاع بيعبر تيبيكال عن التعريف بتاعي الهضبه، وان هي مرتفعه، جزء مرتفع من سطح الارض. هنبدأ ناخد قيم الكونتور بتاعتنا، هتلاقيها كلها ايه بتزيد للداخل، فالهضبة بتبان عندنا في الطبيعة بالشكل ده. وطبعا احنا عارفين الهضبة بتبقى عبارة عن حاجة كبيرة كده موجودة فوق مرتفع، موقع مرتفع من سطح الايه البحر. تمام، عشان احنا قلنا ان سطح البحر بتاعنا هو الاساسي اللي بنقيس عليه، فبالتالي القطاع ميزته هنا ان هو فرق لنا ما بين السهل والهضبه في الطبيعه، علشان انا ما كنتش عارف اقراه من خلال خطوط الكونتور، كنت ناسي الميزه بتاعتي اللي بتقول لي ان السهل كان خطوط الكونتور بتاعته دائريه وفي سموسنج بينها ومتقاربه وكل حاجه وبعد في النص وبعدين بتتقارب، بس مش فاكر ان هي بتقل قيمها للداخل، ومش فاكر ان الهضبه قيمها بتزيد للداخل. فابدا اتجه الى القطاع واخد قصاصه الورق بتاعتي وابدا اعمل المحورين الرئيسيين زي ما انا قلت، واوقع كل القيم، فبيبدا عندي تظهر الظاهره زي ما احنا شايفينها كده، ادي السهل منخفض وادي الهضبه مرتفعه اهي عن سطح الايه البحر. يعني النهارده كان الكورس بتاعنا بيتجه نحو موضوع مهم جدا، وهو ازاي ارسم قطاع بروفيلي على الخريطه بتاعتي اللي انا من خلال الخريطه بتاعتي اللي انا متواجده معايا. خدنا نوعين، النوع المباشر وقلنا ان هو ايه نوع مش بنحبذه، يعني مش حلو، يعني مرهق شويه في الايه في الحل وبيبوظ لي شكل الخريطه بتاعي. فاتجهنا للنوع الثاني اللي هو ان انا اخد قصاصه من الورق وابدا اوقع عليها قيم خطوط الكونتور بتاعتي، واكون راسم برضو على رسم البياني بتاعي المحور الرأسي والمحور الافقي بتاع المحورين الاساسيين اللي هيعبروا لي عن القطاع بتاعي، واعمل يكون عندي كده خفه في الرسم بتاعه القطاع عشان يبان القطاع فيه سموسنج ومتماشي مع شكل الطبيعه بالظبط زي ما انا شايف. تمام، ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن باقي الظواهر الطبوغرافيه وازاي نلاقيها او نرسمها على الخريطه من خلال الايه القطاع الجيولوجي بتاعي او قصاصه الورق اللي انا بقطعها وبوقع بيها على الايه ورقه الرسم البياني بتاعي. وبالظبط كده زي ما احنا شفنا بالظبط، هناخد بقى كل الظواهر اللي باقيه معانا في الخريطه، عشان بعد كده لو انت مش حافظ التعريف او لو مش حافظ ازاي قيم الكونتور بتقل للداخل وبتزيد للخارج او العكس، هنبدا نعرفها من خلال القطاع من غير ما تكون حافظ التعريف اصلا. تمام، ما تنساش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يظهركم كل جديد، ولو في اي حد عنده اي كومنت ولا حاجه يسيبها لنا ان شاء الله في التعليقات وهنرد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.